بقول لكم ايه بقى، ده الصدمة بقى ان انت ينفع تصلي. يعني بص تعال نقف هنا، تمام؟ رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله، غنوا قولوا اهو جه رمضان ترارا. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بافضل صحة وسلامة يا رب العالمين. مش عارف ايه دول بصراحة، يعني طالعين لي الاثنين صباح الفل. طلعت صور فيديو، يلا بقى احنا طالعين بقى. فالمهم ده مش هيوقفنا اكيد، يعني لازم اصور عشان ما عنديش فيديو بصراحه ينزل بكره، فلازم اصور. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر التنبيهات. فيديو النهارده هيكون عن روبلوكس. فقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. طبعا روبلوكس عاملين كده ايه حاجه لرمضان وكده، رمضان العيد فاحنا ايه هنتجول، هناخد جوله في روبلوكس والمابات الرمضانيه اللي هم عاملينها. فيلا بينا نخش اول ماب اللي هو التحديث الجديد، هو يعتبر اكبر حاجه فيهم. ليتس جو نشوف ده ايه ونشوف الكلام هيمشي ازاي، ويلا بينا. وطبعا زي ما انتم شايفين دخلنا ده مسجد، تمام؟ ودي ملابس رمضان، وهنا فانوس ايه ده، فوانيسك، استبدل فوانيسك يا خرابي، ده غالي الحاجات دي يا ابني. طب استنى، انا عايز اشتري حتمات، عايز اشتري حاجه. هو ليه مش عايزني اشتري؟ ماشي مش موضوع. ايوه اشتري من ده، مش شغال الاوبشن عنده، مش شغال. وهنا ملابس رمضان، يا الله بص اللبسه دي، ودي المفروض عبايه رمضانيه. يا عيني يا عيني، وطرح، ده في طرح كمان. بص دي لابسه طرحه جامد قوي. طب والله حلو. وبص بص اللي لابس العمه الخليجي دي، ولا مش عارف اسمها ايه، العجال. يا عيني على البدل وعلى البشت وعلى مش عارف ايه، بس الجلابيه دي يا عيني. طب والله حلو حلو، مش وحش يعني، شغال. واحد بيقول تاكل ايه، حابب تاكل ايش؟ واحد قال له وبركاته، الكلام بايظ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو حمدان حبيب قلبي شلونك؟ ابو بسطة حمدان حابب تاكل ايش؟ مش عايز اكل والله، تسلم الف. انا حبيبي عايز تاخد مني فلوس. ما بالعيد، اوه في ما بالعيد، بس انا مش عايز اروح ما بالعيد دلوقتي، انا عايز استكشف الاول. دي ايه بقى؟ إيه الحارة حياكم، مجلس الحارة حياكم. اوه يا عيني، هلا والله بالمجلس، بس المجلس كبير قوي ده ليه؟ يالا يالا حتمات، يالا عامل ايه؟ ماشي حلو حلو شغال. المفروض انا منبر احمد سنوبي 2، ابعتولي على روبلوكس. اوف نسيت البس النضارة، ثواني عشان عيني ما عدتش شايفكم، عايز اتمس كده. تمام يلا بينا بقى ايه بقى نروح لبيت الايجار. ايه ده؟ اوه يا والله، طب والله استغفر الله استغفر الله واتوب اليه. اللهم بارك لمن شاركها ونشرها على حسابه، انا نشرتها. اللهم بارك، لا اله الا الله محمد رسول الله. والله والله حلو قوي، جامد قوي، واللي مصممه يعني تعب فيه بجد، تعب فيه، يستاهل. فكره ان هو يعمل كل الحاجات دي ويجي له صبر ان هو يعمل كل الحاجات دي. روبلوكس سبحان الله الحمد لله. ده بيقلب، دي بتقلب كمان جامد. ويلكم بيت للايجار، كل دي بيوت للايجار، مفيش هنا بيع. طب انا عايز اخش المسجد. طيب تعال نخش، ده ايه؟ بص الجدة الكبيرة اللي على الارض دي، تعالوا تعالوا نخش. ايه نشوف ده اللي في النص ده، انا مش عارف. اوف دي خيمة، ولع الدنيا. هلا والله، هلا هلا كيفي. انا بدي اجلس. ايوه جلست، يلا او بدي اجلس تاني، يلا. هلا هلا هلا، تعالي يا، اسمك ايه انت؟ كيفك كيفك، يلا قوم يلا قوم، كفايه دخلنا الخيم، حلو قوي. تعالوا بقى نروح فين تاني، مش عارف، ادينا بنتمشى اهو. تعال نروح المسجد. اوف حلاق، ده في حلاق هنا. بقالي احمد، انا اهو انا اهو انا اهو. هاتف اربع خمس خمسات، سجل تجاري. ايوه يا احمد، عامل ايه يا احمد؟ تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال، اللهم امين. يا ابو حميد يا راي، عامل ايه؟ حتمات في القران 10 حسنات، لا تنسى قراءه القران في رمضان. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد.
والله حلو قوي جد، حلو قوي يعني، انا مبسوط معاهم، انا مستمتع. ممكن تفتح، ممكن تفتح ده ايه، مصرف الراجحي يزيد الراجحي، ماشي يلا. حلاق، انا عايز اروح عند الحلاق. هلا والله يا الحلاق، افتح. ايوه اوبا، على الصالون الطرش، هو ده هو ده. يا نهار بتاعت المناديل قد دماغي. افضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الدعاء الحمد لله. ايه ده، انا هحلق اهو، حد يجي يحلق لي يا ولد. استنى استنى، ايوه بالله عليك بقى، قصر لي الجوانب شويه، وشويه شعر اللي على عيني دولت عايز اشيلهم، وظبط لي السكسوكه. ما عنديش سكسوكه يا عم، ظبطها لي بس، مشي الدنيا. هحاسبك هحاسبك يا جدع، انت ما بتعرفش تحلق شكلك، ابعد يا عم. طلعني يلا يا، طلعني يلا يا جدعان، طلعوني بره يا عم، طلعني يا عم الحلاق. لا حول ولا قوه الا بالله. الله، ما ينفع. طب والله بقى، والله ده اللي حلو بقى، ده اللي عجبني بقى. بص، خلوا المسجد، عشان المسجد ليه حرمته حتى في الالعاب، يعني ما ينفعش تستهزأ بالمسجد. فايه، فعملوه وصمموه وقفلوه، ما حدش يقدر يخشه. فدي حاجه حلوه قوي، عشان مثلا ما حدش يخش يلعب فيه، يصور فيديو مش عارف ايه كده، فاهمين؟ عشان كان حصل مش عارف ايه كده، فيديو حد جاب عمل مسجد في روبلوكس وعمل فيه ديسكو، او مش عارف عمل فيه ايه، استغفر الله يعني. فالحلو الحوار عامه، والله الماب دي جامده قوي وعجباني جدا. رمضان كريم. إيه، وفي هنا تدخل جروبي تحصل على ادمن في اي بي، تشتري جيم باس الفي اي بي تحصل على ادمن مود، تشتري سيرفر خاص تحصل على دخله فقط. يعني ولا انا فاهم اي حاجه. عاملين ايه يا شباب، منورين الدنيا. اهلا رمضان، اهلا رمضان صاحب الماب. اي مش عارف ايه كده. طب والله جامد. ايوه ولع الدنيا، عايز اقعد. حلو قوي، حلو قوي البتاع ده. بعدها يا بت، بعدها يا بت. طب تعالوا نشوف الماب الثانيه. طيب تعالوا نشوف المابات الثانيه. هو انا بصراحه شفت الماب دي وعجبتني، فتعالوا مثلا ايه نشوف الماب اللي هي رمضان العيد مكه المكرمه دي. رمضان العيد مكه، الكعبه الكعبه، مسجد المسجد، السويدة، ايه الكلام ده كله. الله، دخلنا ولابسين لبس الحج، حلو قوي. اوف يا الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بص بص، انا بروح عند دول ببقى شبههم. لا لا، انا مش عايز بنت، انا عايز من الحجاج، عايز ابقى من الحجاج. تعال ده، حلو ده، جامد جامد قوي. بقول لكم ايه بقى، ده الصدمه بقى، ان انت ينفع تصلي. يعني بص، تعال نقف هنا تمام، ايه ومفروض بقى ان انت تعمل كده الاحرام، تكبيره الاحرام. الله اكبر الله اكبر، ما شاء الله، والله حلو قوي. بص بص، بيسجد يا والله حلو قوي بجد، حلو قوي. يعني لو الاطفال بتلعب البتاع دي ومش عارف ايه، ويعني فاهمين ان الصلاه كان هو حاجه حلوه وموجود برضو في الالعاب، فان هم يحسهم على الصلاه وكده، فالحوار حلو بجد. يعني انا مبسوط باللي عمل الماب دي. بصوا هنا برضو، لو جيتوا ايه يعني، وقفتوا هنا مثلا، مش عارف مش هتظبط ليه. المهم يعني ان انت بتاخد شخصيه من الشخصيات. ده مسجد، والله والله حلو قوي. طب والله جامد. اوف يا الله، ده برج الساعه ده ولا ايه؟ مكه، ده في بساط وفي دنيا. قران المغرب اشتغل، وده ان ده اللي يدل ان احنا لازم نروح نفطر او نصلي وبعدين نفطر. فايه، بس تعالوا نكمل. طيب على ما لسه بدري، لسه قد ايه؟ لسه نص ساعه، فهنكمل النص ساعه دي. بصوا بصوا جبت ايه، بصوا جبت ايه، استنى يا ولد، ولع الدنيا. يا عيد يا عيد، ابعد يالا ابعد يالا، جامد قوي. نين نين نين، زيو زيو زيو، والله حلو. بس انزل انزل بقى، خدها معاك بقى، خدها معايا، مش عايز ياخدها معايا. خد سمبوسة، بس انا تعالى ندي حد سمبوسة. خد سمبوسة، خد سمبوسة، خد سمبوسة، اقول لك خد سمبوسة، مش عايز ياخد سمبوسة. تعالى نلعب الحجلة. واحد اتنين خمسة، ايه بس يا عم احنا، انت صاحبني ولا ايه؟ وكده يكون خلص الفيديو.
اتمنى اشوفك الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا باذن الله اللي هو اعتقد بكره. شوف كلها بقت معاها سكوتر الوقت يا اولاد الايه، لما انا ركبت السكوتر يا عالمي قالوا ده تقلدوني بس ماشي يعني. بس بقى تعمل لايك وتعمل اشتراك وتفعل زر التنبيهات، بحبك في الله، ما تنساش تصلي على النبي. اشوفك الفيديو الجاي اللي هو قريبا جدا، سلام.